واو اتس بيج بروبلم. عن جد انكسر الجيتار؟ ايه والله يا عمو ادري. وات ايشو؟ ايش يا عمو ادري؟ عم الدبب ان شاء الله. قل لي بس ادري حاف. حاضر. ادري؟ ايش روحي ايشو؟ ادري نحن بصراحة قصدينك بخدمة. يعني أنا بعرف إنه أنت أكثر شخص كفو بهالدنيا كلياتها. ولو يا أنسي نور، أنت بتأمري أمر. ماي آيز فور يو. ياي، معقولة تطلبي مني طلب وما ألبيكي؟ إيه والله والله ما تدرى خالته فريدة إنه الأنسي نور في إترة من جيراننا الأنسي سميحة طلبت مني طلب صغير وأنا ما لبيته، والله لا تزعل مني ما كنت. ماي إيرز فور يو. أنت بتعرف إنه حسام شاب كتير رقيق وحساس ويقبرني، ما بيقدر يعزف غير على جيتاره. ياي اوف كورس ما بيحسن يعزف على غير جيتار. فبما انه انطبش جيتاره لحسام واسمك انت نازل على الشام، بدياك تمر على الاشله. هنيك في محل اسمه ابو جورج، بطلعت الاشله بس نزل لي هالجيتار معك، صلح لي اياه ورجع انت عليها معك. ايمو تكرم يور ايز انسي نور. لك انا مو بس بدي اصلح له الجيتار عند ابو جورج، بدي اجيب ابو جورج ذات نفسه واحطه باللكش تبعي بالطياره. لك يا عين عليك يا عمو ادري، والله انت احلى عمو ادري بالعالم والله. وبي قال نانا رح تعملنا سيناريو للحفله بعمره ما صار، وانا محضر لك مفاجاه بعمره ما صارت. شو هي؟ يا سلام، اسمها مفاجاه. شلون بدي اقول لك شو هي؟ اه ماشي. ردي ردي. هاي نور. ايه نور؟ شو؟ أدري نازل بعد يومين على الشام؟ نور؟ انتو وينكن هلا؟ ياي ديبك أنا ميديا خانم، انت بس أمري. أدري؟ اشي روحي اشو؟ طول عمرك كفو. بقى إذا ما فيها سئلة يعني، طالما أنت نازل ونازل على الشام فينك تمرق لعنا على الضيعة. إيه بمرق، واي نوت؟ ايه دخيل عينك، روح عند اهلي وشرح لهم قصتي انا وسام، وقول لهم انه خطبتي باخر الشهر وانا رح ابعت لهم هدايا معك. ماشي؟ اي مو على راسي. تكرم عينك. هدايا لاهل ميديا. اذا ما في مشكله بالوزن ها؟ لا لا ما في مشكله، ما شغله نو بروبلم. والمرور على اهلها وشرح موضوع الخطبه. يا الله يا صبوحة، غرفة الأفلام بتطير العقل. شو بتمنى يكون عندي نفس الغرفة؟ تعرفي أرشيف الصور اللي ورجيتيني إياه ما في أحلى منه بالدنيا، كثير حلو وغني. حبيبتي إن شاء الله تكون عندك غرفة أحسن منها. تدرين أنا كل سنة أحضر مهرجان كان السينمائي من 20 سنة. مبين من الفيلم اللي حضرتيني إياه، مو معقول شو حلو. أنا أول مرة بحياتي بقعد محضر فيلم وأنا مستمتعة وبكمله للأخير بدون ما أقطع ولا دقيقة منه. انتي مرة انا 300 مرة صرت شايفة الفيلم، ومع ذلك ايه ما امل منه ابدا، وايد حلو الفيلم. ممكن اجيب لك الدواء تاخذيه هلا؟ بعدين بعدين الحين ضغطي زين. لا الدواء خط احمر.